المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إدبه وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم.